كابتن محمد، يعني اعتقد حلم كاس العالم عشناه وشفنا طبعا لما صعدنا الى 2018 الفرحه قد ايه في الشعب المصري. طبعا ده موعد المباراتين الخميس 16 نوفمبر باذن الله، مصر تلتقي مع جيبوتي وسيراليون ومصر. البطوله اختلفت في عدد الفرق اللي بتشارك، اعتقد كمان مع الاسماء اللي موجوده معانا في هذه المجموعه سواء بجيبوتي سيراليون بوركينا فاسو غينيا بيساو واثيوبيا، فرص مصر كبيره للصعود الى كاس العالم في نسخته القادمه. أكيد ما فيش شك طبعا، ولو بصينا حتى للمنتخبات اللي مشاركة معنا في نفس المجموعة هنلاقي أقوام بوركينا فاسو من وجهة نظري يعني. وبالتالي أنا شايف يعني الأمور سهلة جدا المرة دي إن احنا نوصل كاس عالم الحقيقة. بس المهم بعد ما بنوصل كاس عالم لازم يكون في شيء مختلف من الإعداد، لازم يكون ننسى موضوع التمثيل المشرف شوية ونلعب كورة، نلعب كورة حلوة الحقيقة، وحتى لو خسرنا لكن بنسيب بصمة. يعني كلنا شفنا منتخب المغرب الحقيقة أدى أداء رائع جدا في كأس العالم اللي فات، لأن في تحرر، في لعب، في مستوى، في تكتيك موجود في الملعب. وبالتالي أنا شايف الحقيقة مجموعة منتخب مصر يعني لو ما وصلناش كأس عالم يبقى في مشكلة في الكرة المصرية.